اخ واختين ومرات اخوك وبنت اخوك ما شاء الله، وكل التحيه لاسرتك اللي هناك. لا احكوا لنا بقى على ابو جبل. اول حاجه ان احنا فخورين بيه، دي حاجه كبيره عندنا. طبعا طبعا هو يشرف. نبقى مبسوطين جدا والناس كلها فخوره بيه، حاجه حلوه. طبعا طبعا. انتوا عايشين في القاهره ولا في الصعيد؟ لا في الصعيد. هو بس ابو جبل اللي عايش هنا. ايه بقى ايه اللي اتغير فيه من هو صغير لحد دلوقتي؟ ما تقعد تقولوا لي زي ما هو، يعني قولي مثلا ايه، كان شقي وعقل، كان هادي واتجنن، يعني اكيد في حاجات اتغيرت فيه، واخوه برضو شاهد. هو كويس، ما شفتش منه اي حاجه وحشه ولا اي حاجه خالص، مش ولا عشان اخوها يعني، مش ولا عشان اخوها. بصي محمد تلقائي وطيب جدا جدا، واللي على قلب اللي في قلبه على لسانه على طول، واللي في ايده مش ليه على طول. دي دعوة دايما. انت موافق الكلام ده ولا بس هو حب الاخت محفظه؟ اسئله جمهور، في حد عنده سؤال لكابتن ابو جبل؟ اتفضل. ما فكرتش ان ممكن ساديو ماني يشوطها في المكان اللي هو جه قال لك فعلا هيشوطها فيه؟ اكيد فكرت، اكيد فكرت، وفضلت لحد اخر لحظه مش عايز اتعامل مع الكوره غير لما اتاكد ان هو هيحطه في الزاويه دي. بس اللقطه اللي عملها صلاح هي اللي خلت ساديو ماني ما يشوطش في الزاويه دي، لان لما يجي حارس لعيب كبير ويجي يقول لك هو هيشوط في الزاويه دي وانت كحارس مرمى بتبقى قاري وعارف ان هو بيشوط يمين على طول على طول، فدي قلقته هو، وما فضل واقف لقيني واقف، انا فضلت واقف مستنيه للاخر، فخلاص هو حتى لو كان مفكر ان هو يشوط في دي هو هيشوط في اللي هو متعود عليها في البدايه، فهو لقيني انا واقف للاخر فراح حطيتها في اليمين والحمد لله صدقت. سؤال ثاني، مين اصعب مهاجم لعبته في حياتك؟ حلو السؤال. طبعا بشكرك، ربنا يخليك. ولا طبعا في مهاجمين كتير جدا في مصر وفي الفترة الأخيرة اللي أنا قابلتهم، بس يمكن من المهاجمين اللي كانوا متميزين في البطولة وكان عندي قلق منه كان أبو بكر مهاجم الكاميرون، فلا طبعا كان متميز يعني في البطولة، فكنت دايما في الماتش ده يعني زي ما بيقولوا كنت عامل له ألف حساب لأي حركة بيعملها لكل استلامة للكورة، والحمد لله ربنا كرمنا قدرت بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى إن يعني ما يسجلش فيها ده. أكيد كل لاعب بيحلم بالاحتراف. إيه الكوتش أبو جبل النادي اللي بيحلم دايما أو لما بيتخيل نفسه لاعب محترف بيتخيل نفسه فيه؟ مبدئيا أنا من أكبر مشجعين ريال مدريد، يعني أنا يعني ده النادي المفضل بالنسبة لي في العالم كله، والنادي اللي أنا برضو بحب أشجعه تاني مانشستر سيتي، ده من زمان قوي. في ناس هنا انت بتدوس على هو انت الوحيد اللي مانشستر ولا ايه؟ تاني. بص انا كنت عايز اسالك سؤال كده، قرات بوست على الفيس فاهم اللي ابو جبل هيمضي للاهلي فاهم، وانت رفضت، وده كان صحيح ولا لا؟ يمكن ما حصلش اي تواصل بيني وبين النادي الاهلي في الفتره الاخيره خالص نهائي. طيب حضرتك اتفضل. انا بحييك على الاداء الرجولي ده، يعني مفيش كده، بسم الله ما شاء الله، ربي يخليك. رد فعلك ايه لو بجاري جسامه كان لغى ضربه الجزاء الاخيره بتاعه الكاميرون اللي انت صديتها اللي احنا كسبنا؟ انا هقول لك احنا كان هيجي لنا سكته قلبي. انا عارفه هتكلم عن نفسنا. اقعد اعمل ايه؟ بس احنا كنا جايبين اخرنا منه. لا انا كنت متاكد ان هو ممكن يعمل كده معايا عادي. رد فعلك كانت هتبقى ايه؟ لان كنا خلاص يعني هنعيدها تاني. اكيد لا ما بقول لك احنا كنا متاكدين ان كان في صعوبات كتير جدا هتقابلنا في الماتش ده، فاكيد رد فعلي يعني مش داخلي. لا داخلي ما ايوه كان ايه؟